وقد يحصدون الثمار في هذا الموسم أو الموسم الماضي بعودتهم إلى دوري نجوم كيو ام بي. هنا التقدم من الامام، هنا ماماتو، الله 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 الله، ماماتو وكرة الى الطرف الايسر، هناك بعد صافرة حكم المباراة واشارة المساعد الاول ماجد الشمري، وبالتالي راية وركلة حرة غير مباشرة. ماماتو خلق لنفسه مساحة، تقدم، نظر الى الامام ومن ثم صوب، لكن وجد امامه هناك باسل زيدان، وبالتالي بعدما ارتطمت وغيرت مساري